في علم بالبحر، في علم بالبحر. غارق أو عالق في وسط البحر، مشهد أصبح مألوفا لدى اللبنانيين. هم من المهربين اللي عم يشتغلوا بشكل منظم على مستوى أفراد، وأصبح بشكل منظم. الزوارق اللي عم تطلع من النقاط السوداء هي زوارق للنزهة والسياحة، لا يتخطى طولها 14 متر و200 سنتي، ولا يتخطى عرضها 4 أمتار و20 سنتي. بلال ديب فرد من شبكة منظمة تعمل على تهريب المواطنين، ضجت باسمه وسائل الإعلام بعد غرق مركب طرطوس وتوقيفه من قبل القوى الأمنية، إلا أن هذه الشبكات أصبحت مهنة لعدد من العائلات في طرابلس وعكار وببنين تحديدا. وبحسب مصادر أمنية للجديد، فإن عائلات سورية ولبنانية من آل أويضة وطالب والحزور والحداد وصفان وعويد وأدور متورطة في عملية التهريب. خارطة الطريق التي يعتمدها المهربون إلى أوروبا بدأت تتكشف أساليبها. بعد الاتفاق على موعد الرحلة، يتصل المهرب قبل ساعات بالمهاجر المفترض، يحدد لهم نقطة اللقاء بين طرابلس وعكار، حيث تبدأ لحظات انتظار الحافلات الصغيرة متسترة بحلكة الليل. وعند الوصول إلى الشاطئ، يصعدون إلى مراكب صغيرة التي توصلهم إلى مركب كبير في وسط البحر بعيدا عن أعين القوى الأمنية. بأكثر بلدان العالم ما بيجي جهاز أمني بده يراقب زورق السياحة والنزهة. مافيات التهريب التي تنشط دون حسيب أو رقيب مسؤولة بالدرجة نفسها مع الدولة اللبنانية الغائبة كليا عن السمع. والأشخاص الذين يقفون وراء هذه الجرائم تقودهم عصابات من شمال لبنان بالتواطؤ مع بعض الأمنيين المعروفين، خصوصا عند أهالي الشمال. فخالد ويضا مثلا عسكري في فوج المغاوير، وألقت السلطات اليونانية القبض على مركب تابع له. ومحمد ويضا شريكه في هذه المهنة، وعلى متن قاربه كان هناك سوريون ولبنانيون. مين دلك على بلال؟ بلال ما حدا دلين على بلال، يعني قبل اللي كل واحد بيفكر انه يسافر ومعه فيسبوك بيعرف انه مين المهربين. دفعت له قبل ما تطلعوا بالمركب؟ اكيد ما بيقبل الا ادفع له قبل. قد ايه دفعت له؟ هو بياخد على اثنين، علي وعلى زوجتي اخذ 10,000، يعني بياخد منها على اثنين 13، يعني حسب كل شيء. اتكلنا على الله وصبرنا انا وزوجتي، وزوجتي كانت صابره معي كل الوقت، مكبشه بالخشبه وعم نسبح لحتى جانا المركب. يعني احنا بدنا هذا الشخص اللي عمل هذا الضغط على القبطان اسامه يتحاسب، ما هو معروف. وفي عندنا اكثر من دليل انه ربنا نجى اكثر من شخص. بس انا هلا ما عاد تنفع لا اوروبا ولا غير اوروبا، انا هلا بشتغل عندي بيت باكل بشرب عادي. بس هي الفكره كانت ببدايتها مين الاولاد اللي هن راحوا، اللي هن ما وصلوا هذيك الحلم انا كنت موصلني اياه. ما تفكري يا عيني لما واحد ينادي عليك يقول لك تعال انقذيني، تعال هيك ناس فيك، بدي انا مستعد اضحي بروحي كمان كل مال ما اساعد اعمل اللي بقدر عليه، بس ما يعني ما زبطت معي. خسرنا من العائلة 7 أشخاص، جبنا 3 جثث و3 مفقودين وعنا ناجي واحد. في عالم لم يعد يتسع لهم يتجهون نحو عرض البحر، فيما يبدو أنه مسلسل لن يتوقف قريبا في ظل وجود أزمة فقر وبطالة وحرمان ويأس من الواقع المرير. رنا عبود، قناة الجديد.